أعلنت الصين تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برأس مال قدره 50 مليار دولار، والمتوقع أن يبدأ عملياته مطلع العام القادم. وتبلغ مشاركة الصين في رأس مال البنك نحو 30%، مما يجعلها أكبر المساهمين تليها الهند وروسيا. وفيما عرضت الولايات المتحدة واليابان تأسيس البنك، أعلنت كل من أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وكوريا الجنوبية انضمامهم للبنك الآسيوي.